مساء الخير ويا مساء العافية من جديد على كل مشاهدينا. بالتأكيد دائما حريصين على استقطاب كل المواهب. اليوم الموهبة الإبداعية وتحديدا الرسام ما تقتصر الرسم على فرشة وألوان ولوحة فقط. المبدع بإمكانه أنه يبدع بكل المساحات، خصوصا الشخص اللي حاب يتميز. اليوم معنا موهبة مميزة جدا ومن القلة القلائل الموجودين بالعراق وحتى الوطن العربي. راح نتحدث عن فن الفيلوغرافيا اللي هو تحديدا المسامير والخيوط مع الفنان مسلم الجيزاني. يا مساء الخير ويا مساء العافية. مساء النور، اهلا وسهلا. مساء الخير والعافية عليك يا مسلم. كيف حالك؟ الله يخليك. مسلم، انت مهندس. نعم. كيف وصلت الى هذا الفن؟ وصلت لهذا الفن، تعرف احنا اليوم الاغلبية هم رسامين بالفطرة، فيبدي يحب يطور بموهبته. انا ما طورت، حبيت انه اكون متميز، فشفت فيديو الصديقة على الراوي، حبيت انه اجرب هذا الفن، بديت به والحمد لله وصلت الى مرحلة متطورة وطورت. طيب نعم، حدثتنا انت عن رغبتك باحترافك. نعم. بهذا. نعم. الفن، حدثنا عن تاريخ هذا الفن واصله وهويته الاساسية من وين؟ المعروف انه هو فن عثماني قديم. طيب تمام. يكون ذات اشكال صوفية وإسلامية وزغارف كذلك. عندنا رواية تقول أنه أصلاً ظهر من الشرق الأوسط. هذا تاريخ. نعم، أو ظهر من شرق آسيا. طيب. كان يرسمون الصينيين بالتحديد، يرسمون التنانين. جيد. انتقل، تعرف أنت فتشي من ينتقل من حضارة إلى حضارة ثانية يضيفون لمسات الحضارة اللي إحنا والثقافة، فأبدعوا به العثمانيين بشكل جيد جدا. العثمانيين تكون لوحاتهم عبارة عن آيات قرآنية، أشكال صوفية، يعني رجل المثنى على سبيل المثال، أو نستخدم أنواع الخطوط الجلد الديواني، هاي كلها مسميات. عندنا الأدوات الأصلية هي عبارة عن أسلاك ومسامير نحاسية وأنواع من الخشب. نعم. يعني يشترط أن تكون أسلاك ومسامير نحاسية، يعني مسامير الاعتيادية ما أتوقع راح تفي بالغرض بهذا. نعم. الفن لا، هي تفي لأن إحنا ما متوفر عندنا بالعراق، فاستخدمنا خيوط واستخدمنا المسامير المتوفرة عندنا. نستخدم الخيوط الخشابية اللي تستخدم، تكون حسب القياس مثلا إنج 3/4 الإنج. هذه أنواع الخيوط بريسم بأنواعه ومسمياته. أريد نتكلم أيضا عن تشكيل اللوحة أو تشكيل القطعة الفنية اليوم. نعم. كيف يتم تشكيل القطعة الفنية من قبلكم؟ بداية أنا أحضر الشكل اللي أريد أرسمه. بعد ما أختار الشكل، أختار قطعة الخشب وأحدد قياسها وقياس الرسمة. بعدها أبدي أما أرسم بإيدي أو قالب. يعني أبعاد الرسمة. نعم. اللي توضعها الخطوط الأساسية للرسمة، كل اللوحات يحتاج لها وضع خطوط أساسية. أكيد أكيد. خطوط الأساسية أنت ما توضعها بالمسامير، لا، بالطريقة العادية اللي هي قلم. نعم، أول شيء نحضر القالب اللي هو أما نرسمه بإيدنا أو نطبع. طيب. عندنا أشكال نطبعها حتى تكون يعني الدقة مالتها أحسن. طيب. خطوط خصوصا عفوا الخطوط. بعدها حددنا نثبت القالب. نعم. ونجي لمرحلة المسامير، نثبت المسامير على الأطراف وراها تجي مرحلة الخيط. نعم. زين، خلينا نتكلم عن بداية محاولاتك وأنت يعني تحاول تتعرف على هذا. نعم. الفن أو تحاول تدخل هذا الفن، شنو الأشياء اللي عانيت من عليها؟ أول شيء عانيت منه إنه المواد الأصلية ما متوفرة، لأن المواد الأصلية تنطي يعني شيء كلش حلو للوحة، تعطي فخامة، رقي، لأن عندنا نستخدم باللوحات الأصلية فن الأسلاك النحاسية حتى بالأسعار مالتها تكون أعلى. يعني عندنا لوحات تصل أسعار 12000 دولار باللوحة إذا كانت تستخدم المواد الأصلية، زين، بقياسات متنوعة. نعم. جدا. اليوم هذه المسامير المستخدمة. نعم. شنو هذه المسامير؟ أيضا أكيد مسامير خاصة بصناعة. نعم. هذه اللوحات. نعم. هسه أنا هذه هنا استخدمت مسامير نحاسية. الخيط استخدمت خيط البريسة من عراقي 0.12. يعني أيضا عندنا القياسات مال الخيوط، كل لوحة لها قياس خاص، مثلا مرات استخدم نوعين من الخيوط أو درجتين من الخيط حسب اللوحة. هنا استخدمت الخيوط النحاسية، عفوا المسامير النحاسية والخيوط البوليستر أو 0.12. هم إن شاء الله راح أغيرها، أستخدم أسلاك نحاسية. نفس هذه اللوحة تغيرها؟ نفسها، بس أشيل الخيط وأستخدم أسلاك نحاسية. الألوان والتداخلات اللونية. نعم. كيف تقوم باختيارها وتحديدها؟
يعني مرات انه اشوف لوحه انطي نفس الالوان اللي موجوده او حسب الديكور، مرات تنطلب من عندي لوحات اخذ الديكور اللي عندهم، بالتالي يعني اخلي الالوان او اللوحه اللي ارسمها مطابقه للديكور اللي موجود، يعني مطابقه نعم. للشيء المطلوب. نعم. زين، بالعاده الوقت اللي تستغرقه وانت تلف الخيط على المسمار، نعم، ايش قد؟ حسب، من لوحه الى لوحه اخرى، يعني عندي لوحات ساعتين، عندي لوحه حاليا توصل 45 ساعه، لحد الان انا واصل 45 ساعه. اكثر مده لصناعه لوحه 45 ساعه واصل. زين، افكارك لتصميم اللوحات من وين تجيبه؟ مثلا بدنا نشوف هسه احنا عندنا لوحات، خلينا نتحدث عن كل لوحه وهويتها وشنو الرمزيه اللي ترمز لها. عندنا هذا اسلوب لوحه الجواهر اللي هي باسلوب بيتروز فيرلس، يكون هو مختلف عن الفيلوغرافيا، يكون عباره عن اطار من المسامير والخيط طبقات، تكون عندنا الظل وال والضوء، هنا أنا راح نشكل اللوحه المطلوبه. انا الان رسمت جواهري، فحتى طبعا هو تخليد لذكرى الشاعر محمد مهدي الجواهري الله يرحمه. اللوحه الثانيه عندي اللي هي لمارلين، مارلين نعم نعم، جميلة الماضي تعتبر. هذه كانت اول تجربه لي بالخيوط الملونه، تجربة رسم مارلين بالخيوط الملونة. هذه أول مرة تجرب ترسم نعم. بالخيوط الملونة. هي تجربة كانت حلوة. بس عندي تجربة ثانية إن شاء الله راح تكون أوضح. إن شاء الله. ماذا اللي أنا إذا أقول يمكن وضوح مارلين يعني جميلة الراحلة مو بالوضوح التمام. نعم. يحتاج لها تركيز. نعم. هي اللوحة الأولى. نعم، هي اللوحة الأولى. عندي لوحة ثانية إن شاء الله إذا أشتغل عليها تكون مختلفة. كليا يعني زين. هي كتجربة سام الأول بالعراق والوطن العربي مسويها، عندي أصدقاء اثنين كذلك بالعراق وياي. زين. اللوحة الجاية إن شاء الله راح تكون مختلفة. إن شاء الله. إن شاء الله. زين. أسلوب بيتروس فيرلس يعني نعم. شنو السبب اللي خلاك تستخدم؟ هذا الأسلوب يعتبر من أصعب الأساليب عندنا. يعني اللي يرسم بيه يكون هو واصل مرحلة معينة. أنا طبعاً بديت بفن الفيلوغرافيا متدرج. تمام. زين نعم. اليوم هذه الإبداع وهذه اللوحات أنت نزلت بها بمسابقات وشاركت على مستوى الوطن العربي، كون أنه هذا فن من الفنون المميزة نعم. والقليلة جدا، شاركت نعم. بمهرجانات، حصلت على جوائز. نعم، أنا شاركت بمعرض الكلية الخاص بها من بين أكثر من 15 سنة تقريبا أو أكثر، حصلت على المركز الأول كذلك بشهادة تقديرية ودعم، وإن شاء الله على أنه أساس نشارك بمعرض لكن اللغة بسبب الظروف. زين. إن شاء الله عندي معرض خاص عن قريب. خل يعني بالكواليس تكلمنا أنا وياك عن أنه أنت تحاول تطور من هذا نعم. الفن باستخدام نوع من الأسلاك، سميت ليها الأسلاك الصوفية المعدن. أو يعني نعم. الغزل المعدني نعم. يعني أريد لو تكلمنا عنه. نعم، عندي لوحة حاليا دا أشتغل عليها، استخدمت القاعدة قطعة من القماش اللون الأسود، إطار من المسامير اللون ذهبي، واستخدمت غزل معدني، الخيط الغزل المعدني. يا ريت لو تشرح لنا عن هذا، شنو الغزل المعدني بالتحديد؟ عبارة عن خيط بوليستر يكون ناعم، خيوط مثل يعني ناعمة كلش 0.2 أو 0.3، يجي فوقها مشدود أنه خيط غزل معدني كلش ناعم، استخدمت هذا الأسلوب ب فان شاء الله ده اطلع ملامح واضحه واحاول التجربه تكون ناجحه. زين، على يد من تم تلمذتك وكيف انه انت اليوم بدك تصقل الموهبه؟ لانه احنا نعرف كل عمل يحتاج انه انت تصقله، كل موهبه خصوصا الانسان الطموح يحب يطور من نفسه. صحيح. شلون بدك تطور من نفسك؟ من هم اساتذتك؟ نعم، انا بدايه تكلمت انه شفت فيديو صديق علي الراوي. اوكي. تواصلت انه شنو الادوات شنو الكذا الخيوط انطان اللي احتاجه وما بخل، طبعا اوجه له تحيتي اللاوي انه ما في يوم سالنا سؤال، وهذا يعني الحين صديقه ودائما نتواصل بها. تعلمت وراها من خلال الفيديوهات او اشوف صوره اطبقها واتعلم منها تجارب، انه تجيني فكره ببالي ادمج بين اسلوبين، عندي الان لوحه الزغرب هاي اللي اسلوب المانديلا نعتبره. دائما فن الفيلوغرافيا او السترنج ارت هو ندمج بين اكثر من مدرسه. يعني هذا الابداع اليوم الموهبه والرغبه كافيه انه تنتج كميه الابداع هذا؟ اكيد فقط؟ اي
زين انت تحب تنقل هذا الفن وهاي الفكره والابداع كون انه هو فن مميز وقليل، تحب تلمذ الطلاب على ايدك؟ اكيد انا اليوم الكثير من المتابعين يجون يسالوني وكثير من الطلاب. ورش تعليميه خاصه بك؟ بسبب الوضع الصحي بالعراق ما اقدر اسوي ورشه. طيب كانت عندي اكثر من مخطط. عمرك الفني بهذه التجربه الفنيه الفريده ايش قد؟ خمس سنوات. لكن اكثر سنتين طورت 2019 وهذه السنه اكثر شيء طورت لوصلت مرحله متقدمه من الرسم. زين اسالك على تفاصيل هذه اللوحه للشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري، يعني اليوم تفاصيل النظاره وتفاصيل الانف وباقي يعني الاشياء شلون قدرت تبرزها من خلال الخيوط؟ يعني تعرف اليوم اذا خيط تجيبه يوم خيط ما راح تسوي شيء، حظيع. صح، هي هذه تعتمد على كميه المسامير المستخدمه، اضافه احنا ندخل بها بالبرمجه، نستخدم بها خوارزميات خاصة بالبرمجة، مهندس حاسبات خاصة بالرسامين. هذه من خلالها نقدر نرسم أي صورة نريدها. طبعا نعاني بعض المشاكل. شنو هي المشاكل؟ مرات دقة الصور، مرات مثلا خصوصا الصور القديمة. يعني أنا تواصلت ويا حفيدة السيد محمد مهدي الجواهري، قالت لي السيد محمد الجواهري تفاصيل وجهه كلش ضعيفة مو قوية، شلون برزتها؟ قلت لها استخدمت الإنام تقريبا أسبوع كامل أنه بس أبحث على صورة معينة حتى أوصل لهذه المرحلة اللي وصلت لها، حتى أبرز المعالم. يعني أكثر من تقريبا 6 تجارب أو 7 فاشلة كانت ما تظهر عندي الشكل المعين. هذا السؤال اللي كان يعني حاليا يراودني أنه كم مرة تعيد تشكيل اللوحة حتى توصل لدرجة المثالية اللي ترضيك؟ اول تجربه بيتروز بيرس كانت هي للسيد محمد مهدي الجواهري، اكثر من 6 مرات أو 7 تقريبا انا فشلت بها، الملامح يعني ما تطلع، اوصل للوحه اي اكملها انه اجد النظاره او تفاصيل القبعه او يعني الفام، وتعيد هيكليه اللوحه باكملها، يعني قص الخيط وتسوي خيط جديد. عندي فيديوهات يعني قص الخيط المتابعين يتخبلون شنو بس بدي اسوي، وانا طبعا اتمتع بهاي السالفه من اسوي شيء واخربط. زين شو قدرت توسط الدائره؟ يعني اليوم ايش كم لون مستخدم انت؟ اتوقع 7 ألوان. هذا دمجت مثلا عندي حلقات مستخدم بها 3 ألوان، الحلقه الوحده مستخدم بها 3 ألوان وحلقة مستخدم بها لون. ترتيب كانت هاي اشتغلت تقريبا 6 ساعات أو أقل. هذا عمل 6 ساعات. 6 ساعات أو أقل، هي والصبغ الخشبة، لأن أنا أبدي مرحلة العمل أنه مثلا الخشبة قصيتها كم استغرق وقت عندي، مرحلة الصبغ، مرحلة البسامير، مرحلة الخيوط، هاي كلها احسبها تقريبا كلها 6 ساعات وصلت الى هذه المرحله. هذه توصل من مسمار الى مسمار، مثلا عندي مثلا من مسمار هاي مثلا تقريبا 56 مسمار او 57، من مسمار 1 الى مسمار 3، من مسمار 3 الى مسمار 4، يعني حسب الارقام اللي مستخدم. نعم انا ما استخدم ارقام، ما اوصل فكره للتلميذ مثلا من يجي هنا اشرح له انه شلون راح يرسم. بس انه انت في بالك اكيد يعني مجموعه من الحسابات أكيد ندخلها على هذه اللوحه، بالتالي تقدر تشكل اللوحه مثل ما تريد. انا طبعا هذه اللوحه نفسها كانت عندي لوحه قبلها بنفسها، بس استخدمت خيط اصغر. بعد ما كملت اللوحه انه اكتشفت انه اكو خيط بارز، رجعت قصيت الخيط وكانت صارت اللوحه تمام. صارت اللوحه تمام. اكثر لوحه استخدمت بها عدد مسامير؟ لوحه الشهيد احمد مهنا استخدمت فوق اكثر 1600 مسمار اكثرهم. زين اليوم عدد المسامير ممكن يضيف جماليه للوحه؟ اكيد اكيد، هي تعتمد على المسمار والخيط الاكثر، العنصر اكثر شيء هي تبطي الجماليه. انا بالمسامير النحاسيه الاصليه فقط تبطي جماليه اللوحه كلش حلوه. زين يعني في حال استخدمت هذه المسامير النحاسيه راح ترتفع من قيمه اللوحه؟ اكيد، وراح يرتفع من قيمتها الجماليه اكثر؟ اكيد هسه انا باسلوب بيتروز فيرلس ما استخدم مسامير عاديه الموجوده، لا استخدم كلها مسامير
نحاسية عندي بها طبعا ألوان تجهية. مثل ما شاهدنا قبل قليل العرض لوحات أنه أنت مستخدم أسماء وشخصيات معروفة وغير معروفة، أخذت نوع من أنواع المهن اللي دخل لك مردود؟ نعم أكيد. وشون لقيت رواج الناس عليه؟ احنا طبعا من بداية أنشر تجيني مثلا أصدقاء كانوا بداية، وراها مثلا يدخل شخص هذي عجبني شغلك كذا تشتغل يا بطلب عادي اشتغل. انا بالبدايه كنت اني استقبل الطلبات حتى اطور من موهبتي، بعدها اتطورت ووصلت لمرحله اسلوب بيت روزفيلس. استخدمت رواج الناس طبعا، اكو بيهم يقول لي هذا خيط ومسمار ما يقدر الشغل، اكو بيهم لا يقول لي ايش ما انطيك اني ما يكون كافي. نعم، بس احنا يعني نعاني من مساله انه الوعي الفني عند المجتمع صح. ضعيف كلش، فبالتالي ما يقدر اعماله. يعني هاي كل خيط بروحيه بجهد بتعب، يعني خصوصا الاشياء الهاند ميد اللي تنصنع يعني يدويا كلفتها المعنويه المفروض تضاهي كلفتها الماديه صراحه. أكيد. فالمتلقي المتذوق يعني ضروري انه يكون عنده المام وثقافه باللوحه اللي راح يحصل عليها وقيمتها الفنيه. بالتاكيد. هبة شنو رايك انه بيوم من الايام انه نجرب هذا الفن؟ مستحيل اني راح اقدر انجح به، فما اخذ تجربه اني ما احب انجح بها. اكون كمتذوقه ما عندي يعني هاي الامكانيه. يعني يعلمنا هو مستحيل بس لازم اهم شيء عندكم صبر. صبر صبر ومفتاح. معلومه انه هذا الفن كل ما تحبه كل ما تبدع بيه اكثر. كل انسان اي موهبه يحبها راح يبدع بيها اكيد. وهذا الفن بالخصوص يحتاج لصبر. اذا ما تكون صبر لا تصبر. شو السبب هذا الصبر؟ الصبر صفه الصبر ليش مع هذا الفن؟ مع هذا الفن حاولت انه اتميز. كذلك انه بدل ما الهي نفسي ب مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي او بوبجي كذا، هذا استثمار الوقت. استثمرت بهذا او اقرا كذا يعني. زين، فتره الحظر وفيروس كورونا هذه يعني ايام المضت تقريبا سنه 2020 يعني اغلبها كانت حظر تام. نعم. فشلون استغليتها انت؟ يعني انا بوقت الحظر كانت هي فرصه ذهبيه عندي. الفرصه هذا الوقت طورت موهبتي كلش. يعني وصلت مرحله لاسلوب بيت روزفيلس، رسمت اكثر من لوحه بي. يعني انا خلال الحظر تقريبا اكثر من 20 لوحه انتجت من طلبات ومن لوحات ثانيه. كذلك يعني عندي لوحات استخدمت بهن انواع متطوره من الخيوط. هاي الفتره انا جبت الاسلاك النحاسيه، ضفت امور ثانيه، طورت من الشغل هوايه. وعندي لوحات وضعت خطط زمنية انه كذا فترة انه راح اخلي هذه اللوحة ارسمها. عندي لوحات كلش حلوة راح تنتجب بالايام القادمة ان شاء الله. هذه اللوحات هي مكشوفة واي مكان تنوضع بيها راح تتأثر بالظروف البيئية الموجودة. شلون نقدر نحافظ على امر اللوحة وعلى نظافة اللوحة؟ عندنا اطارات. يعني مثلا المقابل من يقول لي اطلب من عندك فلان لوحة، اسلوب بيت روزفيلس ممكن تنظيفه من خلال استخدام الهواء او فرشه. لكن تتنظر. الخيوط البيضاء ممكن يتغير لونها بالوقت فحتاثر على ملامح اللوحه. انا انطي مثلا بيت روزفيلس اكثر من 5 سنوات 6 سنوات ما عليها شيء. 5 سنوات 6 سنوات ما عليها شيء. شنو السبب؟ الخيط اللي دا استخدمه بوليستر، البوليستر مو يعني ما يتعرض للظروف بسرعه. ممكن غير انواع. زين، تنظيف هذه اللوحات شلون؟ تنظيف اللوحات انا استخدم فرشه و انظفها بدون ما ما استخدم الماء لان الماء ياثر اكيد على المسامير طبعا. فما استخدم يعني او هواء مثلا اليوم جاز مواد خاصه من بعيد تنوضع على اللوحات حتى تحافظ على عمر اللوحه. نستخدم ماده الاكريليك شفافه يكون مثل الجام لكن نايلون، فنستخدمها تكون طبقه يعني نستخدم اطار وكذا تسوي فد شيء مرتب. او مثلا الزبون يطلب من عندي انه اسوي لي لها اطار ضخم او جام فناخذها لابو الاختصاص يجومها لنا. حلو. زين، اصدقائك واقاربك ما يصير عندهم فضول عندما يشوفوك يعني تشتغل باحد اللوحات يتعلمون او يساعدوك؟ اصدقائي على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا، يعني مثلا اتعرف عليهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. بعد فتره يبدي يحب يتعلم. الاقارب يكون دعم انه عاشت ايدك شغلك حلو.
اي بس سوي لنا لوحه ارسلني هاي دائما تكون هي الاصدقاء زين منو امن بموهبتك من البدايه واللي دعمك وكان مؤمن فيك كان انت كانت مجرد محاولات فاشله منو اللي امن انه انت راح تنجح بها عدا نفسك طبعا عدا نفسي طبعا هم اكيد اهلي واصدقائي انا اخويا واختي هم اللي اكثر شيء عاشت ايدك اشتغل طبعا انا اوجه تحيه لاخويا هاني اليوم الله يحفظهم اكثر واحد يتعب وايد هو ايضا يحب الفن وباقي التفاصيل اما مجاله بعيد عن مجالي لا بعيد عن مجالي بس هو كل ما يجي يعني هو اللي يصور وياي دائما هو اللي يجيب الخيوط مثلا من انا ما وصل اوصي على خيط ودائما اقول له هذا مو الخيط اللي اريده فيقول لي انا شو اسوي لك فدائما كان دائما يوفر لي دائما المواد اللي احتاجها اختي كانت دائما تدعمني يعني الوسط العائلي اليوم دائما يكون داعم للناجح والحمد لله وصلت لمرحله بدعم الاصدقاء والاهل الحمد لله شكرا يعني عند ما تكون البيئه المحيطه هي البيئه المسانده لك اكيد راح يكون أكيد. المنجز الابداعي هو من صالحك ف يعني اريد نعرف انه بالايام القادمه لابد ما انه انت عندك طموحات تحب تحققها اكيد انا اليوم دا احضر ان شاء الله مفاجاه حلوه بعد رمضان ان شاء الله بس يعني ارتب الامور وكذلك عندي لوحات بالخيوط الملونه راح تكون مختلفه كليا عن ما ذكرت عن لوحه مارلين يعني تبهر المشاهدين وان شاء الله انه اكون الاول بالعراق والوطن العربي يعني احنا اليوم هي إثبات رسام أنه يرسم بأسلوب معين أو أسلوب مختلف ونادر حتى تتميز عن الباقين وعندي لوحات بالسترينج آرت كذلك حلوة وهي عبارة عن تطبيق لوحات عالمية بأسلوب الخيط والمسامير زين شنو بصمتك اللي حاب أنت توضعها على لوحاتك تميزك عن باقي أقرانك المحترفين بهذا المجال وشو وقت نشوف لوحاتك تدخل مزادات عالمية مزادات العالمية هاي إذا شاركنا محافل دولية نقدر نوصلها كذلك أكو منصات خاصة نقدر نضع بها أعمالنا تروج لعالم الأغنياء مثل ما تعرفونها كل يوم عالم الأغنياء اللي يشترون لوحات بأسعار باهظة كلش فدا أنه أرتب تشتغل على هذا الجانب؟ دا أشتغل عليه لأن يعني اليوم اللوحة إذا مثلا على سبيل المثال هذه اللوحة تقدر الآن بالعراق 75,000-100,000 اطلعها خارج العراق احتمال تجيب لي 300 دولار بس من اخليها على هذه المنصه احتمال حتى تجيب لي فوق النص مليون دولار هيك ارقام توصل يعني حسب الدراسه اللي دا اشتغل عليها حتى اسعار توصل مليون دولار مو بس أكيد. اسعار يعني خياليه كل التوفيق ان شاء الله زين شو قدرسن احنا فني في الاوروبيا عيوني نطلب مثل اصدقائك زين اكثر لوحه واكبر حجم اشتغلتها من اللوحات وكانت هي مميزه والاقرب لك هي مارلين اكبر لوحه باسلوب بيتروس فيرلس اشتغلتها اي كان قطرها 70×70 هذه اكبر لوحه هنا عندي ثلاث لوحات طبعا والشهيد احمد مهنا وكانت طلبيه لاحد الشيوخ اشتغلت هذين ثلاث طلبات كانت بس قد يتراوح احجام اللوحات يعني ذكرت زميلتي يعني انه حجم هذه اللوحه ذكرت انه هاي 70×70 بصوره عامه نعم. يعني بهذا الفن اليوم احجام اللوحات اللي يشتغلون عليها واحجام البورد اللي يشتغلون عليه هذا الفن نعم. قد يتراوح قياسه هسه انا واصل مرحله انه اكثر شيء 70×70 عندي لوحه قادمه راح تكون مسامير اكثر وتقريبا قطر 90 عندنا بإيران لوحة تقريبا 120 العرض مالتها يشتغلون عليها رسامين اها رسامين اثنين زين عد ما تكبر اللوحة مسامرها مو أعدادها حجم المسمار الخاص بها وحجم الخيط أيضا يكبر وياها لو يظل كما هو بس يكبر البورد الخاص بها لا هو كل ما يكبر البورد تكبر يكثر عدد المسامير هو يكثر عدده أوكي والقياس مال المسمار عاد ما يأثر هسا أنا عندي مال لوحة الجواهر مستخدم مسمار 3/4 إنش مال مارلين 0.5 إنش يكون قليل يعني احتمال الآن بس أنا أعرف أشتغل به مال بقية الرسامين يقولوا لي هذا نعم ما أعرف أشتغل به هم تبقى حرفية الرسام كذلك الخيط عندي لوحة الجوهري عدد الخيط أكثر من 1700 متر لوحة هذا أكثر من 1900 متر هيجي طيب الأماكن اللي تعرض بيها
لوحاتك فقط على مواقع التواصل الاجتماعي أو عندك مكان خاص بك؟ فقط على مواقع التواصل الاجتماعي. عندي منصتين دائما أنشر بها أعمالي اللي هي منصة فن العمالقة ومنصة لمسة عراقية على الفيسبوك وواحدة على الانستغرام. هاي المنصتين عندي كذلك أنه إن شاء الله بالأيام القادمة عندي مهرجان راح أشارك به. كل التوفيق. إن شاء الله مسلم. يعني اليوم إحنا نشكر حضورك ونشكر تميزك بهذا الفن. إن شاء الله يا رب المزيد من الإبداع. شكرا على استضافتكم. شكرا لك. إذا عندك كلام أخير تحب تضيفه؟ أحب أن أوجه تحياتي لأصدقائي وأقول لهم طوروا من شغلكم وعفوا الطلبات على وأثبتوا وجودكم بالرسم وخلنا نتعاون حتى ننشر هذا الفن. إن شاء الله يا رب. كلك ذوق، كل التوفيق وشكرا لوجودك معنا. طبعا اليوم بالتأكيد هو النجاح. كل شخص طموح بإمكانه أنه يحقق كل الأفكار اللي موجودة بباله، ماكو شيء اسمه مستحيل، لأنه هذه المستحيل لغة كل شخص غير طموح. نتمنى كل الأشخاص اللي عندهم مواهب فكرية وإبداعية يشتغلون على حالهم ويطوروها. مستمرين معكم، وهذه انتقالة إلى زميلتنا أضواء حول سكك الحديث في العراق. إلى هناك.